ما اذا تحدثت لي عن الشارع فالشارع اغلب الشارع خلينا نقول معارض للاحزاب والمحاصصه. بالنتيجه اليوم معارضه شعبيه، انا اتوقع اليوم يعني من افضل الافرازات اللي حدثت عندنا خلال الكتل السياسيه، وكان عند التيار الصدري اللي دائما مثلا كان يتحدث عن مشاريع اصلاحيه، كان يطالب بالتغيير بالاصلاحات، وبالتالي ومنتخذ القاعده الشعبيه. يعني تعرف هذا الحديث نتحدث به من 2014 ربما اذا ما تخوني الذاكره الى حد هذا اليوم. التهم التي كانت توجه للتيار الصدري بانه موجود داخل البرلمان، حتى كان يسحب وزرائه ويفوض الامر لرئيس الوزراء كان يتهم، ولا هو لحد الان يعني تعرف مثلا انا حقيقه مرات اسمع كلام ساذج مثلا بعض الاخوان يقولون شنو التيار ما موجود؟ مو عنده مدراء عامين وعنده شو اسمه؟ يعني بالنتيجه الاخوان يعني على ما يبدو يردون حتى الموظفين لازم يستقالون حتى ما يحسبون بالنتيجة على الحكومة، عندهم موظفين بالحكومة. هذا كلام غير منطقي. اليوم التيار الصدري ابتعد عن هذه الحكومة اللي عنده قراءة حقيقية ربما أكثر واقعية من البعض. يعني هسه احنا مثلا سعد فلاح يعني كان يتحدث بأماني، ترى مو يتحدث بمشروع من الممكن تطبيقه. يعني أنا أقول اليوم يعني هو أولا المشكلة الآن ابتدأت. ليش ما هو